سيد العمر بارك لي في العمر وحليلا يا ابقى مهور سيد العمر اغنيني يا ذا الامر عن زيد وعن عمور يوت سيد العمر رضنا حبه فيا عمر يوت سيد العمر اشفي لي جوا الصدر وعلي الرحمة دريوت سيد العمر اجعلني رجيح غدر كرما ليه وذ بدر سيد العمر رضنا حبه فيا عمر يوت سيد العمر سو نظمك لا هدر اكو سيلا من حدر يوت سيد العمر فوق من امن للجدر امن واتى البدر يوت هل الفجر يوت سيد العمر دينا لنار يجر دينا لنار يجر لا حسن ولا أجر يوت نبيا ذات ابتسر نبيا ذات ابتسر فاق موسى وزد سر يوت سيد العمر من جان جبل يسر من جان جبل يسر من جان جبل يسر من جان جبل يسر والربح بلا كسر تحت الأرصال طر تحت الأرصال طر وخلف الأملاك تطر سيد بان عدله في الشطر بان عدله في الشطر بان عدله في الشطر بان عدله في الشطر وشفت ايدي المطر من آي فيا بصر من آي فيا بصر الرعب والنصر والعادة ليل عصر والعادة ليل عصر والناير رضا بالقصر الضب وابسم جر الضب وابسم جر والناقة جات جر الباكي من الهجر الباكي من الهجر الباكي من الهجر الباكي من الهجر والفيها خزل أجر يا علي أوعاك تتر يا علي أوعاك تتر يا سعيد لا تكوس كتر في مداح نبي الختر امدح نبي الختر لا تبقوا لي شتر يا حليكم كالتمر يا حليكم كالتمر ويقضى لكم الامر سيد العمر يضرب لكم زمر وسما يبارك العمر أصحابها للفخر أصحابها للفخر كالصقعة وكالتخر سيد العمر فوق الأعدى البخر فوق الأعدى البخر حين ولوا أدوا المخر البرق في حين يمر البرق في حين يمر يسكرني بلا خمر سيد يلغيني على الجمر يلغيني على الجمر لو جمرا من سمر يا عمر صلوات عالي الغدر صلوات عالي الغدر كالشمس او البدر يا عمر
لي حياتي الخير تدر، لي حياتي الخير تدر من ومن ود بدر يا صلوات عالي الغدر، صلوات عالي الغدر كالشمس والبدر يوت لي حياتي الخير تدر، لي حياتي الخير تدر من ومن ود بدر يا سيد العمر. صلى الله وسلم على الحبيب من آيو آيا بصر الرعب والنصر. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في غزواته منصورا بالرعب، يعني الله سبحانه وتعالى يلقي المهابة في قلوب أعدائه، وكان منصورا بالصبا تسير معه أينما سار نصرا له، وكان منصورا بالملائكة. وهنا شيخ حياتي يشير إلى بدر إشارة سريعة، عجبا ليوم بدر ولأحد من قدر، لكنه يذكر الصحابة ويذكر بأسهم وشدتهم، أصحاب أهل الفخر كالصاقعة وكالتخر فوق الأعدى البخر حين ولوا أدوا المخر، يعني لما أدوا قفاهم تابعوهم وقضوا عليهم. هذا طرف من خبر هذه الغزوة الكبيرة، غزوة بدر التي كانت بركة على الإسلام وعلى المسلمين. ألقاكم إن شاء الله غدا أيها المشاهدون الكرام في قصة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.